امبارح مصر عاشت وما زالت بتعيش ليلة عصيبة، يوم عصيب، يوم السبت امبارح يوم 19 نوفمبر. بعتقد كل الناس كانت، مش عايزة أقول قلقانة، بس كل الناس كانت مرعوبة من اللي بيحصل. بعد ما كان المتظاهرين اللي تم الاعتداء عليهم أو المعتصمين اللي كانوا موجودين الصبح وتم الاعتداء عليهم ما يعدوش 100 شخص، النهاردة معرفش التقديرات بتقول قد إيه، بس عدد من الآلاف موجودين ومعتصمين في ميدان التحرير وبيطالبوا بالمعونة وبيطالبوا بالإمدادات، لأنه في حالات إصابات كثيرة. الأرقام بتقول إنه حتى الآن في حوالي 700 مصاب ومحتاجين شاش وقطن وأدوية في المستشفى الميداني. في المعلن حتى الآن شخص توفى، شاب عنده 23 سنة. مدينة مصر كلها مشتعلة، ليه ده حصل وإيه اللي بيحصل؟ ما أعتقدش إن حد فاهم، وأعتقد إن إحنا محتاجين نفهم ودور الحكومة إيه في اللي بيحصل. برضو المفروض إن في اجتماع، قالوا إن هيعملوا اجتماع النهاردة الصبح، ما نعرفش ليه ما اتعملش امبارح بالليل، بس على كل منتظرين نتيجة هذا الاجتماع، اجتماع مجلس الوزراء. خلونا نعلق على اللي حصل ونفهم إيه اللي حصل امبارح من ضيفنا الأستاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. مش عارفه اقول لك ازاي نهارك سعيد، بس يعني هو نهارك نتمنى يكون سعيد، او نهار يا ريت مصر يبقى يا سعيد. رب يبقى سعيد. انا بعتقد ان احنا محتاجين نغير اسم البرنامج، مش عارفه. بس حضرتك كنت في الميدان امبارح؟ انا رحت الميدان بس متاخر شويه. انا كنت في الميدان الصبح قبل ما يحصل اي حاجه، كانت الدنيا ماشيه عادي والمرور شغال عادي وما فيش تعطيل مش مرور، اي حاجه. ما فيش اي حاجه، في وجود امني مش فاهموه، كان مكثف بشكل غريب. كان الساعه كام تقريبا؟ انا كنت معدي حوالي الساعه 9، 9 تسعة ونص صباحا. تسعة، 9 ونص صباحا. كانت الدنيا الأوضاع عادية، حتى أنا وأنا بتحرك سألت سواق التاكسي، أنا عدي من التحرير والتحرير اتفتح، قال لي مفتوح من بدري. مفتوح. لما كلمت زملاتنا قالوا لي إن هو إن اللي كانوا بيتابعوا اللي حصل قالوا إن هو اتفتح 4 الفجر يعني. فالدنيا كانت ماشية عادي، بس كان في شكل أمن، تربص أمني مش فاهمه، لدرجة إن أنا وصلت الجورنال فقلت للناس انزلوا التحرير حالا لأن في أنا حاجة هتحصل. في حاجة هتحصل. ده اللي حصل. وعلى ما وصلوا التحرير كانت بدأت اشتباكات وبدأ عنف شديد، طرد الناس من الصينية، دع ان واحتلوا الصينية، طبقوا كده الناس الصينية تعاملوا بالتحريني. مع المسألة بشكل يعني رفض، بس في الآخر كان ممكن ان يتم تجاوزه. بعد كده انتقلوا لان مصابين الثورة اللي هم معتصمين بقى لهم دلوقتي، كان دخلوا يومهم التاسع امبارح، وبدأت عمليات هدم الخيام وسحل للناس الموجودين. زملاتنا كانوا شهود عليها وصوروا فيديوهات لده بشكل اساسي، وبدات عمليه عنف امني مع كل اللي حد يخش، لدرجه ان بعض المواطنين تدخلوا وكان معانا صور لده، فتم الاعتداء عليهم بقوه. زملاتنا الصحفيين حتى في البديل كانوا موجودين، فتم اعتداء على 4 في الصبح. كانت محاوله، وكان هناك محاوله لاثبات اننا موجودون واننا اقوياء، مع ان القوه انك تفرض الامن في الشارع، مع ان القوه انك ربما لو كنت اردت ان تكون قويا فان تكون قويا على البلطجيه، لو اردت ان تكون قويا ان تقف محاولات عمليات الخطف المستمره في الصعيد، لو اردت ان تكون قويا تقف عمليات النهب المستمر، ان تتواجد في الشارع، توقف عمليات التهديد بفصل مصر شمال بس وجنوب في حين في حال ان تتواجد اصدار في قوانين، ان يعني تعود للشارع من الحاله الموجوده، انما ان تمارس قوتك على من تسببت في اصابتهم واستشهاد ابنائهم، ابنائهم. فكأنك ده تعود لتنتقم، وكأن دي سيناريو بيتم تكراره في كل مرة يعني، كل مرة. وكان هناك محاولة لاختبار الشارع احنا قادرين نلجمه مسيطر عليه ولا لا؟ ولا لا، وفي كل مرة يتم الرد بنفس الطريقة، ولا احد يعني. انا مش فاهم اللي حصل امبارح الصبح الا اذا كانت محاولة لإثبات اننا قادرين، ومع ان هذه هي المحاولة الرابعة واللي بيتم الرد عليها من الناس بنفس الطريقة، نحن نرفض ان تعود الشرطة بشكل بلطجية. وده كان الهتاف الاساسي، بلطجة الأمن زي بلطجة البلطجية اللي هم سايبينهم علينا. المعتصمين والمطالبين بالحقوق ده حقهم يعني، أنا مش فاهم ناس معتصمين بكل لم يعطلوا طرق، لماذا يتم في التعامل الجنينة معهم به؟ يعني. ما لماذا؟ الحقيقة إن النكتة اللي طلعت امبارح إن الداخلية أصابت 750 في محاولة فض اعتصام ل 100، يعني هي ده النتيجة، إن بالظبط. أصيب 750 ومنهم 3 فقدوا أعينهم، او اتنين على الاقل متاكد خلاص تم حسم المساله، منهم المدون مالك وصحفي في المصري اليوم زميل صحفي، ومنهم واحد فقد حياته، وفي اسكندريه حد تاني مات ده لسه مش مؤكد، خبر الاسكندريه ده احنا لسه يعني، محتاجين لا بتاع نتاكد منه التيار يعني. المصري، هو رئيس حزب مؤسس حزب التيار المصري، مؤكد اسكندريه، خبر اسكندريه مؤكد. تمام، مؤسس خبر اسكندريه التيار مؤكد. المصري مات. في كلام عن حد تالت، شهيد تالت، ده مش مؤكد، انما
لماذا كل هذا العنف؟ ولماذا يعني انا كمان حتى الخيم بتاعت المعتصمين اللي قدام جامع الدول العربية للمطالبة بحاجات ليها علاقة بسوريا، يعني برضو تم فضهم وضربهم وسحلهم وشيل الخيم وانا المشكله نغمت ما حدث في الاعلام امبارح، محاوله الادعاء بان ما موجودين ان بلطجيه ده كلام تكرار لنفس ما حدث، نفس الطريقه التي تم علاج بها احداث 25 يناير، ثوره 25 يناير، نفس الوجوه اللي هي بتحاول تبرير خطا فادح وبنفس الطريقه وبنفس الاحداث. انا مش فاهم اصلا. انا يعني انا بس عايزه هنتكلم على الاعلام وتغطيه الاعلام والتحريض اللي حصل مره تانية من الاعلام الرسمي احداث امبارح، هرجع له كمان شويه، بس انا عايزه اتكلم على رايك في ردود افعال القوى السياسيه المختلفه، ولا كانهم قاعدين في جزر القمر. يعني ما فيش تصريح المرشحين رئاسه المحتملين اللي عاملين قرايه محتملين لما نزلوا متاخر جدا، وكانهم بيعملوا دعايه انتخابيه، ما شفناش تصريح يشفي غليل الناس، ما شفناش حاجه. انا كنت حاضر نزول الاثنين اللي نزلوا، يعني الاستاذ حازم ابو اسماعيل لما نزل ردا على الاتهامات اللي وجهت له من الناس بانه بحهم، اللي باختصار شديد الاستاذ حازم اسماعيل يطلع كل مره ويتكلم عن اننا سنعتصم في الميدان للمطالبه بالحقوق واستكمال مطالب من الثوره، وفي اخر اليوم يمشي ويسيب الناس. فبعض الناس اعتبروه معهم، وبعض الناس وبدات الهجوم عليه من هنا، فكان محاوله للرد مش اكتر من كده، والناس فاهمه ده في الميدان. الدكتور سليم العوا نزل، وانا اعتقد تعامل الميدان كان كافيا للرد عليه. يعني هو رفض تماما من الميدان، هو وقف فتره انا اعتقد ان هو تواجد، بس في الاخر انتهت المساله بخروج بطريقه انا اعتقد هي رساله واضحه لطريقه التعامل في مع كلام الناس. ان كمان بوسينه كامل نزلت الميدان، وان كان مفيش صور يعني واضحه هي نزل بعد كده ناس كتير بقى، نزل بوسينه كامل ونزل، وكان في جميله اسماعيل، وكان في مرشحين من شباب من ائتلاف شباب الثوره موجودين، مرشحين لمجلس الشعب، بس دول شباب زي كل الشباب اللي هم كانوا موجودين اصلا، واللي هم خرجوا لرفض طريقه التعامل العنيف. بالمناسبه الاساس في المساله ان هناك تعامل عنيف، والاساس ان الداخليه التي تكذب للمره الثانيه وبتقول انها المره الثانيه ايه المره يعني على الاقل الداخليه تدرك ان هم قالوا ان اللي مات ان كثير من استشهدوا في الثوره استشهدوا بالخرطوش، وهم اللي اطلقوا الخرطوش تاني، وهم اللي اضاعوا عيون ثلاثه امبارح، وهم اللي تسببوا في استشهاد اثنين امبارح بنفس التعامل الامني مع معتصم يطالب بحقوقه. وده يخليني برضو ارجع لبقيه سؤالي، يعني مرشحي الرئاسه اللي نزلوا وكل الناس، بس مفيش بيان يشفي غليل الناس، مفيش تصريحات القوى السياسيه المختلفه الكبيره، يعني ما سمعناش حاجه. يعني ما بعد الناس اللي كانت في المليونيه يوم الجمعه عملوا نفسهم مش واخدين بالهم كده يوم السبت، وكانوا عايزين يشوفوا الميزان هيروح انهي ناحيه. اعتقد ان هي المساله حسابات سياسيه منذ البدايه. يعني الاخوان هم ارادوا ان يرسلوا رساله بالمليونيه، وانتهت الرساله، والمساله منتظرين الاستحقاق اللي هو بتاع الانتخابات. القوى الثانيه من البدايه تخيلوا ان الموجودين اخوان، وقرروا ان الا يدافعوا عن حقوق الناس العاديه في عدم الانتهاك حقوقهم، وعدم الاعتداء عليهم بهذا العنف، وعدم التعرض لهم بهذه الطريقه، وان يطالبوا حقوقهم بشكل بوسيله سلميه، فقرروا نسيان ده لمجرد اعتقادهم ان الموجودين في الميدان همش اخوان او ينتمون الاخوان. الحقيقه ولا ده اللي موجودين في الميدان ما كانوش اخوان، والحقيقه ان الاخوان امبارح ولا الجمعه قصدك امبارح ولا الحقيقه ان الاخوان والسلفيين خرجوا من الميدان يوم الجمعه بالليل، والحقيقه ان هناك من يطالبون بالحقوق ومعتصمين بشكل سلمي، ولم يعطلوا مرور ولم يعطلوا انتاج زي ما بيتقال الكلام ده، وتم التعامل معهم بعنف شديد جدا وصل للنتيجه اللي احنا وصلنا ليها. يعني انا عايز اعرف برضو، انا من امبارح لغايه دلوقتي معظم مصر ما نامتش، يعني بس قاعدين بنفكر اللي هو طب ليه ده حصل؟ هل ده بس انه الداخليه عايزه تثبت ان احنا قادرين نسيطر على الشعب؟ يعني ايه الرساله؟ ايه ليه؟ يعني انا عايزه يعني طول الوقت بعد اي احداث بيبقى عندنا نظريات، لا دول فلول، طب دول معرفش مين، دول مين، بيبقى عندنا سبب بيخلينا نقول اللي حصل ده حصل ليه؟ امبارح ليه ده حصل؟ تليفونك بيرن، هنعرف ليه؟ يمكن من التليفون اللي بيرن. لا انا تقديري ان ده حصل. بصي، لو فتحنا للاحتمالات للنظريات بشكل مختلف، انا احدى النظريات اللي احنا قلناها اللي هي محاوله لاثبات انهم موجودون على من هددوا مصالحهم من الاساس، اللي هم الناس اللي نزلوا عشان يطالبوا بحقوقهم. ايوه، ليه التوقيت برضه؟ احنا مش فاهمين ولا ليه التوقيت ولا ليه الطريقه ولا يعني ايه بيهددون عشان انتخابات مثلا؟
لا ما انا فاهم، انا مش فاهم، بقول لك ربما هناك سيناريوهات اخرى، ربما احنا مش هناك فاهمينها من لسه. يريد ان يحرك الاحداث في اتجاه اخر لتعطيل حركه بعينها. بس انا الحقيقه انا يخصني ما حدث، يعني الفكره عشان نصل للاسباب لابد ان نحقق بشكل حقيقي، وان نفهم من الذي اصدر الاوامر لهذا التعامل العنيف، وان نفهم من الذي اصدر الاوامر مره تانية لاستخدام الغاز المسيل دموع بهذا الكميات الكم دي والخرطوش، والخرطوش ضد المتظاهرين سلميين، ومن يعني علينا ان نفهم اللي اصدر الاوامر هو المسؤول على انه يعطيني السبب. نحن الان امامنا مواطنين عاديين، وبعضهم أصيب برصاص الداخلية وبعض والسبب في مأساته الداخلية، وقامت الداخلية بالاعتداء عليه بنفس الطريقة في صمت تام، من عشان ما نحملش المسألة الداخلية بس، في صمت تام من من يقومون على إدارة البلاد، مجلس عسكري وحكومة غائبة الحقيقة. يعني نداءات لم تعد تنفع للبحث عن مفقود اسمه الدكتور شرف، يعني المسألة هو غاب تماما وانتهى، يعني مش فاهم هو بيعمل إيه. كل اللي احنا عرفناه من الدكتور شرف امبارح ان هو مجموعة من النداءات، تعالى اخلوا الميدان، اخلوا الميدان، اخلوا الميدان، وهنعمل انت اجتماع النهارده. اخلوا الميدان ايه، ما انت ما تبحث عن الاسباب، ما تاخد قرار واضح. كيف يتحمل، كيف تتحمل ضمائر شرف وجدع عبد الخالق وحازم الببلاوي ان يكونوا موجودين في حكومه تمارس نفس ما رفضوه، وكيف تتحمل ضمائرهم ان يموت في احداث زي دي، في معتصمين بيطالبوا بشكل سلمي ان يموت، ان يستشهد اثنين وان تضيع اعين ثلاثه ويصاب 750. الحقيقه لا، خليني اقول انا لك يعني، لان احنا برضو احنا عشان نعرف ليه ده، يعني محتاجين نعرف ليه ده حصل، عشان كمان نعرف ايه الحلول اللي محتاجين نعملها او اللي احنا محتاجين ناخدها. بس هسالك شويه سيناريوهات من المطروحه. في كلام على انه الاحداث اللي حصلت امبارح دي من شانها الغاء او تاجيل الانتخابات لاجل غير مسمى. واحد، اتنين، دي غلوشه، يعني مش عارفه، مش عارفه، شوشره، يعني عشان اقول له اللغه يعني مظبوطه، دي شوشره على التعديلات اللي ليها علاقه بوثيقه السلمي اللي طيارات كتير اختلفت عليها، وحصلت تعديلات غير مرضيه برضو لمجموعه تانية من الاشخاص. اتشالت كلمه مدنيه واتحط بدلها ديمقراطيه، الوثيقه بقت استرشاديه مش الزاميه وبس الزام ادبي، ان دي شوشره علشان التعديلات اللي ليها علاقه بوثيقه السلمي. في كلام بيقول انه السيناريو التالت ان هو انه الامن عايز بس يفرض عضلاته زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه. بص، هل اي من هذه السيناريوهات حضرتك موافق عليه او شايفه حقيقي؟ انا تقديري ان هذه السيناريوهات استباق للوقائع، يعني فكره سيناريو ان هناك من يريد تعطيل الانتخابات، لو هناك من يريد تعطيل الانتخابات يبقى الدوله، وانا اعتقد ان مصلحه المجلس العسكري، لانه ان هو اجراء الانتخابات، المجلس العسكري الانتخابات الحقيقه بالظروف اللي احنا لن تفرق معه كثيرا، هو صاحب القوه الفعليه الان، وهو الذي سيمارس السلطه. الا اذا كانت الداخليه تريد تعطيل، لان الحقيقه من بدا الاحداث هي من بدا داخلية. الاحداث هي الداخليه. فاذا كنا عايزين نقول ان هناك من يريد تعطيل الانتخابات، يبقى الداخليه التي تريد تعطيل الانتخابات، او جناح ما داخل الحكومه، لان اللي سحل الناس في البدايه، واللي جرهم، واللي عمل فيهم ده، واللي تعامل بعنف مع التحرير، واللي اطلق الرصاص مره ثانيه الخرطوش داخل الخرطوش ضد المتظاهرين، كانت الداخليه. فلو ارتكلنا للسيناريو ده، يبقى علينا التحقيق من مصلحته تعطيل العمليه الانتخابيه داخل الداخليه. هل هم فلول داخل الداخليه؟ ده سؤال مطروح. نعرفهم بقى ونطلعهم يعني. السؤال الخاص بان هناك شوشره، ده كلام مردود عليه برضك، شوشره ممن ومتى؟ الحقيقه من اللي موجودين في التحرير مش هم اللي بداوا الاحداث تاني. الحقيقه الثانيه ان تغيير مدنيه ده اعلن عنه منتصف النهار امبارح. يعني بعد ما كانت الاحداث اشتعلت بقوه وبعنف شديد جدا، فالمساله ما فيهاش شوشره الحقيقه، يعني عشان انا بحب ارجع المساله لبدايتها، علشان ما لبدايتها. فاذا كان هناك من يريد تعطيل انتخابات، تبقى الداخليه او جناح ما داخل الحكم هو الذي يريد، او هو الذي يريد اثاره هذه المشاكل، وساعتها ممكن امد الخط على استقامته على اللي حصل في دمياط، واللي حصل في الصعيد، واللي حصل في اماكن ثانيه، وعدم التصدي، وعدم عوده الشرطه للشارع، وعدم الحفاظ على الامان. ودي مسؤوليه يجب ان يحاكم عليها وزير الداخليه، مش مجرد يقال. انما لا، ده فالمساله، يبقى هنا لازم نعود تاني لمن فعل المساله. المجرد الشوشره برضك لابد ان نطرح من صاحب من الذي بدا ده، سؤال لابد ان يكون مطروحا. الرقم السؤال الثاني، الشوشره على ايه؟ الكلام التغييرات حدثت بعد اشتعال الاحداث اصلا. بقي السيناريو الثالث اللي هو محاوله فرض الدراع على من تسببه. ده ربما يكون سيناريو مش قوي، بس هو الاقرب للاحتمال. هو الاقرب طبعا، لان العنف كان عنف مفرط ضد المتظاهرين من غير سبب. يعني انا مش يعني افهمه يعني.